ولفتح ملف مخاطر الكلاب السائبة في العراق عامة وفي خانقين خاصة، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الناشط في مجال حقوق الإنسان الصحفي إبراهيم عدنان. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، ألم تتأخر السلطات الحكومية بعملية مكافحة الكلاب السائبة في معظم المحافظات؟ وزارة الصحة تتحدث عن إصابة 900 مواطن بداء الكلب خلال العام الحالي. تفضل. اهلا ومرحبا بك استاذ، تحيه لك والمشاهدين الكرام. بدايه خلينا نتكلم عن الارقام الخياليه لهذه الظاهره وما سبب انتشارها. وفق ارقام تقديريه من الجهات الحكوميه، هناك نصف مليون من الكلاب السائبه في عموم البلاد. اما سبب انتشارها وهو قله حملات الاباده لهذه الكلاب والاستهانه بالامر بشكل كبير رغم مناشدات المواطنين المستمره. الحقيقة انتشار الكلاب السائبة تشكل خطر كبير صحي واجتماعي وبيئي. اليوم هناك إصابات كثيرة سجلتها المستشفيات العراقية بمرض داء الكلب أجلكم الله. هذا المرض يعتبر من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، يعني وليس له علاج على الإطلاق، له لقاح فقط حسب تصريح الدكتور البيطري جبار الزبيدي. وهذا اللقاح غير متوفر أخي الكريم في المستشفيات بنسبة يجوز تفوق 60%. نعم. ينتقل هذا المرض عن طريق عضة الكلب أجلكم الله أو لعابة. الحقيقة وأنا ما أريد أطيل عليك بالحديث يا أستاذ، تصلنا يوميا الكثير من المناشدات حول هذا الموضوع وخصوصا في بداية العام الدراسي. بداية أنا أناشد الجهات المختصة بتكثيف حملات الإبادة وتوفير اللقاحات الخاصة بهذا المرض. احنا عندنا قانون ينص على مكافحة الكلاب السائبة اللي هو رقم 48 لسنة 1986 في المادة 4 على مكافحة الكلاب السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل وفي المدن. لذلك يعني وزير الزراعة إلى الحق بإصدار تعليمات تنص على مكافحة الكلاب السائبة حسب اقتراح الدوائر المختصة، لكن هناك تهاون كلش كبير بالموضوع. نعم سيد إبراهيم، لماذا انتظرت السلطات الحكومية كل هذا الوقت لمكافحة هذه الظاهرة رغم امتلاكها الإمكانيات لذلك؟ عفوا أستاذ، سألتك لماذا تنتظر السلطات الحكومية كل هذا الوقت من أجل مكافحة هذه الظاهرة المتفشية وهي تمتلك الإمكانيات التي تعينها على تحقيق ذلك؟ لا أستاذ، هو من اللي ذكر احنا عندنا الإمكانيات أصلاً. احنا اللقاح ذكرت لك أنا بنسبة 60% ما متواجد في المستشفيات، يعني هذا المرض ما له أي علاج، لكن إلى لقاح مضاد لهذا الفيروس. يعني احنا أصلاً ما نمتلك اللقاح. نعم. ما هي نوعية الطرق التي باعتقادك يمكن أن تلجأ إليها السلطات الحكومية سيد إبراهيم؟ وهل تعتقد أن اللجوء إلى الطرق التقليدية سيؤدي بالفعل إلى مكافحة هذه الظاهرة المستمرة؟ أستاذ العزيز، احنا أنا ذكرت القانون اللي نص عليه اللي هو 48 لسنة 1986 ينص على مكافحة الكلاب السائبة أجلكم الله بالبنادق القنص، وهذا من صلاحيات وزير الزراعة بعد رفع الجهات المختصة لكافة التقارير اللي يلزم أنه نكافح هاي الظاهرة. نعم. طيب على المستوى الطبي، هل تعتقد أن المستشفيات قادرة بالفعل على احتواء وعلاج المصابين بداء الكلب؟ ماذا عن اللقاحات للوقاية من الداء؟ هل ترتقي لحجم الأزمة الحاصلة؟ أستاذ، هو بسبب كلفة هذا اللقاح الباهظة المستشفيات عجزت أن توفر هذا العلاج، يجوز تتوفر بعض المستشفيات. نعم. أما بالنسبة مناطق النائية أو المحافظات اللي هي أصلاً منسية من كافة الخدمات، أكيد ما راح يتوفر هذا العلاج الباهظ. نعم. إلى السؤال الأخير، وإحنا في بداية عام دراسي. نعم.
الحديث الآن عن فرق مكافحة الكلاب السائبة، وهي تقول إن القانون المنظم لعملها يعيقها. السؤال هنا، ما المطلوب حاليا من أجل خفض عدد الإصابات وخفض أعداد الكلاب المنتشرة دون ضبط في عموم العراق؟ أستاذ العزيز، أولا احنا نفعل القانون والجهات المختصة ترفع تقارير لوزير الزراعة على اتخاذ ما يلزم وتوفير اللقاح بشكل كبير وتوزيعه على المستشفيات بتساوي للحد من هذه الظاهرة. احنا بداية خلي نوفر العلاج حتى نقدر بعدين نخلي القانون وضحت الفكرة من ديالا الناشط في مجال حقوق الإنسان الصحفي إبراهيم عدنان، شكرا جزيلا لك.